فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال أيضا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ثم بين أن مخالفة أمر نبيه ضلال وخسران مبين، وأوعد عليه بالعذاب الشديد، إذ قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فحذر سبحانه وأوعد وأقسم وأكد أن من شعب الإيمان وكمال الإسلام اتباع السنة والتسليم لقضيته.